لو الحكاية فيها إن فيديو كما يهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية وتخريب علماء متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة. الحضور الكريم يناقش المؤتمر الأول لضمان جودة التعليم والاعتماد بالأثر الشريف قضية حيوية وهي سبل الارتقاء بالتعليم الأزهري بقطاعيه قبل الجامعي والجامعي من خلال دراسة التحديات التي تواجهه والتي لا تبتعد كثيرا عن السياقات المحلية والإقليمية والدولية والسعي لمواجهتها بالمنهج العلمي واستشراق مستقبل هذا الصرح الشامل الأزهر الشريف. ونظرا للمكانة الرفيعة التي يحتلها الأزهر الشريف باعتباره كعبة العلوم الشرعية والعربية وغيرها، فإن الاهتمام به ودراسة سبل الارتقاء بجودة مخرجات مؤسساته التربوية والتعليمية من الأهمية بمكان.